السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي انتوا فيه. ورجعت لحضراتكم بفيديو جديد، وزي ما تعودنا مع بعض اواصل المشاركة معاكم باعمال الفنية للي حابين يشاركوا معانا ونتعلم من بعض. النهاردة هعمل عمل مختلف شوية عن الاعمالين السابقين، وهو عبارة عن برضو هي الماتيريال نفسها خشب، ولكن هتكون مختلفة المرة دي، عبارة عن بس تقريبا تقشير وليس حفر لأعماق مختلفة على الخشب. هو مساحة واحدة هتكون بس، ان انا هشيل الطبقة الخارجية وهيكون الخشب الاساسي، وبعد كده هنلونه مع بعض. هي تقريبا هتكون نفس الماتيريال ديت ان شاء الله، ولكن ديت مش متلونة، لكن العمل الجديد ان شاء الله هيكون متلون وان شاء الله هنشوفه مع بعض. هي عبارة عن سيدة افريقية بألوانهم الجميلة، بالزي بتاعهم بألوانها الجميلة الزاهية، إن شاء الله هنشوفه مع بعض. ولو عجبكم الفيديو تابعوا معنا قناة نكور ميكس، وما تنسوش الضغط على زر الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصل لحضراتكم كل ما هو جديد، وطبعا ما تنسوش تعملوا أحلى لايك. وتعالوا تابعوا معنا ونشوف الخطوات مع بعض، ويا رب ينال إعجابكم، ويلا بينا.
دلوقتي خلصنا اهم مرحله وهي عباره عن التحديد بالقطر والتاشير. العمل دوت مختلف عن العملين اللي قبل كده اللي عملناهم في الفيديوهين اللي قبل كده مع حضراتكم، واللي ما شافهمش يروح يشوفهم ان شاء الله. عباره عن التحديد بالقطر والتاشير، الرسمه كلها سوى واحد، مستوى واحد، ما فيهاش اعماق او ما فيهاش حفر بالازمين او تلعيم او حاجه زي كده، ولكن كلها بسوى واحد. الالوان ان شاء الله اللي هنستخدمها الوان الاكريليك، ان شاء الله هنستخدمها مع بعض وهنشوف الخطوات، ويلا بينا نشوف الخطوه اللي بعد كده وهي الالوان، وان شاء الله تكون تنال اعجابكم. يلا مع بعض.
دلوقتي خلاص خلصنا مرحلة التلوين اللي هي المرحلة الثانية بعد التحديد بالقطر والتقشير، وبدأنا في التلوين. يا رب تكون الخطوات كانت واضحة وسلسة مع حضراتكم. الفكرة من العمل الفني ده ان الوش مش واضح 100%، هو الفكرة كلها اني اظهر الالوان الجميلة بتاعة الزي الافريقي. احنا دلوقتي هنشيل البلاستر وهنشوف الخطوات اللي بعد كده. خليكم معانا ويا رب العمل ينال اعجابكم، ويلا بينا نكمل العمل ونشيل البلاستر مع بعض.
افكر في حاجات جديده علشان اشارك حضراتكم بيها. ربي نال اعجابكم هذا العمل، وشكرا جدا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتظرونا ان شاء الله فيديو جديد.